السلام عليكم ورحمة الله، وألف ألف مرحبا بكم معنا في لقاء جديد من سلسلة لقاءاتنا وإياكم على متن ريم راديو، وفي حلقة جديدة من سلسلة حلقات لغتنا الجميلة. ونبدأ بقرأت لهم قرأت لكم. بكم تبع أخاك؟ مقالة أعجبتني. سمعت مرة أحد كبار السن يروي مثلا على شكل حوار بين شخصين. قال الأول: بكم بعت أخاك؟ فرد عليه الآخر: بعته بتسعين زلة. فقال الأول: أرخصته. تأملت هذا المثل كثيرا، فذهلت من ذلك الأخ الذي غفر لأخيه 89 زلة، ثم بعد زلته 90 تخلى عن إخوته. وعجبت أكثر من الشخص الآخر الذي لامه على بيع أخيه 90 زلة، وكأنه يقول: تحمل أكثر، فالتسعون زلة ليست ثمنا مناسبا لأخيك، لقد أرخصته وأرخصت قيمته. ترى كم يساوي أخي أو أخاك من الزلات؟ بل كم يساوي إذا كان قريبا، صهرا، أختا، أخا، زوجا، زوجة؟ بكم زلة قد يبيع أحدنا أمه أو أباه؟ إن من يتأمل واقعنا اليوم ويعرف القليل من أحوال الناس في المجتمع والقطيعة التي دبت بين أوساط الناس، سيجد من باع صاحبه أو قريبه أو حتى أحد والديه بزلة واحدة، بل هناك من باع كل ذلك بلا ذنب، سوى أنه أساء الظن أو أطاع نماما كذابا حقدا فقط وما أكثرهم. ترى هل سنراجع مبيعاتنا الماضية من الأصدقاء والأقارب والأهل والإخوة والأخوات، وننظر بكم بعناها، ثم نعلم أننا بخسناهم أثمانهم وبعنا الثمين بلا ثمن؟ ترى هل سنرفع سقف أسعار من لا زالوا قريبين منا؟ إن القيمة الحقيقية لأي شخص تربطك به علاقة لن تشعر بها إلا في حالة فقدانك له بالوفاة أو غيرها، فلا تبع علاقاتك بأي عدد من الزلات مهما كثرت. وتذكر قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. ولا جذوى من قبلة اعتذار على جبين ميت غادر الحياة. استلطفوا بعضكم البعض وأنتم أحياء. امح الخطأ لتستمر الأخوة، ولا تمح الأخوة من أجل الخطأ. نمر إلى فقرة الخطأ والصواب في اللغة وليس في الأخلاق. نقول خطأ في عقب الشهر، وصوابها في عقب الشهر، أي بعد أن مضى الشهر، أما عقب فمعناها بقيت منه بقية. نقول خطأ: ارتكب شخص خطأ عنوة، وهي خطأ، وصوابها عنوة أي قسرا. نقول رجل عتيد، وصوابها رجل منتظر، لأن العتيد هو المهيئ والحاضر. ونقول عضه بأسنانه، وصوابها عضه، لأن العض لا يكون إلا بالأسنان وليس بالأظافر. هكذا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة وهذه الحلقة من سلسلة حلقات لغتنا الجميلة، مع تحيات كل من مريم خليلي في الصوت وفي الإخراج، كان معكم طارق أملح. إلى اللقاء.